الكلمة والخطاب تاع السيد رئيس الجمهورية اليوم بمناسبة افتتاح هذا اللقاء الحكومة الولات الجمهورية يستقبله بارتياح كبير، ورئيس الجمهورية يعي جدا ما يقول، لأنه يعلم أن المبادرة لا سيما في مجال الاستثمار شرطها الأساسي هو تحرير المسؤول. وسيد رئيس الجمهورية أكد في كلمته صبيحة اليوم، أكد وبعبارة دقيقة وبسيطة على أن المسؤول لا سيما ولاة الجمهورية بصفتهم المسؤولين المعنيين بالتنمية عليهم المبادرة، ونحن السيدات والسادة الولاة واعون بهذه المسؤولية وواعون بالثقة التي وضعها السيد رئيس الجمهورية فينا، حيث أننا بعد الكلام تاع اليوم تاع السيد رئيس الجمهورية لا مجال للخوف وللشك، بل الآن المجال للمبادرة للعمل ولمرافقة الاستثمار، لأن هذا هو التحدي الكبير الذي ينتظرنا على المدى القصير والمتوسط. هذا التعليمات تاع رئيس الجمهورية بما فيها عدم الأخذ بعين الاعتبار الرسائل المجهولة يزيد من ثقة المسؤول في نفسه، ويجعله كذلك يعمل في ظروف مريحة وملائمة للتنمية، وكما قلته منذ حين خاصة بعث الاستثمار، لأن المواطن في آخر المطاف المواطن ينتظر من الدولة ينتظر منا إعادة بعث عجلة التنمية وبالتالي عجلة الاقتصاد الوطني، لأن المواطن يريد الملموس. والكلمات التي أتى بها السيد رئيس الجمهورية صبيحة اليوم هي كلمات وخطاب وخارطة الطريق تصب مباشرة في هذا الملموس الذي ينتظره المواطن.